اهلا بحضراتكم مره اخرى. شخصيه اليوم مش شخص، هما سته. اول واحد فيهم هو السيد عبد المقصود محمود. عبد المقصود محمود ده غفير على كوبري بحر مويس. الراجل ده انقذ محطه سكه حديد الزقازيق متغمر طنطا. كميه كبيره من المتفجرات وضعها ارهابيين على قضبان السكه الحديد، كانت هتعمل كارثه. الراجل ده هو ثلاثه اخرين هقولهم لحضراتكم، بس اقول لكم المواطن الثاني اللي اسمه محمود عطيه، وده مواطن ساعد رجال الامن في القبض على ارهابيين في منطقه القصر العيني، كان معاهم متفجرات. الثالث والرابع والخامس محمد بدوي موعود السيد محمد. دول ثلاث غفره ساعدوا عبد المقصود في القبض على العناصر الارهابيه اللي حطت المتفجرات وهربت. شافوهم، جروا وراهم، جابوهم وقدروا يبلغوا وينقذوا محطة قطار من التفجير. لو القطر عدى كانت هتبقى كارثة. السادس مجند جندي حسن صابر، ده اللي عرض حياته للخطر وأحبط تنفيذ عملية انتحارية في شمال سيناء في تفجير معسكر إدارة قوات الأمن بشمال سيناء. سيد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار والمهندس هاني ضاحي وزير النقل كرموا الستة دول ومنحوهم شهادات تقدير، لذا وجب علينا اليوم ان احنا نفخر بيهم ونقول اسمائهم باعتزاز. طبعا وزير الداخليه اتكلم عن تعاون المواطنين. احنا واحنا بنتعاون احنا بنحمي نفسنا، احنا اللي في خطر واحنا اللي يجب نمد ايدينا، علشان الارهاب عمره ما هيهدى، وطول الوقت هو بيستهدف المواطن دلوقتي، لا بيستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا بيستهدف ضابط بس، اللي يجي في السكه اللي يموت يموت. خبر اليوم طبعا هو اكبر خبر مستولي على او مستحوذ على اهتمام الناس، وهو براءة اللواء حبيب العدل وزير الداخلية السابق في قضية الكسب غير المشروع. اللواء حبيب العدري الحكم صدر من محكمة جنايات الجيزة اللي برأته من تهمة الكسب غير المشروع في ثروة قيمتها 181 مليون جنيه، وألغت جميع قرارات تحفظ على امواله واموال زوجته وبناته ونجله القاصر. دي القضية الأخيرة المتهم فيها اللواء حبيب العدل. القضية اللي حصل فيها على البراءة كانت قضية في 12 يونيو 2014، دي قضية التربح وغسيل الأموال. قضية في 11 نوفمبر في قضية قتل المتظاهرين، وده كان معاه ستة من مساعديه. محكمة جنايات القاهرة برأته في 24 فبراير في القضية المعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية، كان هو والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق. كان في قضية خد فيها 3 سنين، القضية بتاع السخرة بتاع المجندين، وده انتهت مدة العقوبة قضاها في السجن. يعني في قضية واحدة نفذ فيها حكم 3 سنوات اللي كان محبوس فيهم على زمام قضايا أخرى فانتهت المدة، والقضايا الباقية كلها طلعت براءة. النهاردة وزارة الداخلية كشفت هوية مرتكب تفجير القضاء دار القضاء العالي اللي مات فيه 2 واصيب عدد كبير من المواطنين. تم القبض على 1 كان هيعمل عمليه في القصر العيني، ولما اتمسك اعترف، ولما رجعوا للكاميرات اللي صورت تبين وجوده في المكان هو و2 اخرين بيتم القبض عليهم دلوقتي وتحديد اماكنهم. الرئيس عبد الفتاح السيسي هيزور السودان واثيوبيا يوم في الفتره من 23 ل 25 مارس. اعتقد ان هذا له علاقه بملف نهر النيل اللي الاتفاقيه اوشكت ان تنتهي باتفاق الأطراف الثلاثة على حل سد النهضة بحيث لا يؤثر على مصر. داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم متحف بردو بتونس، وقال إن اللي دخلوا كانوا ناويين يدخلوا البرلمان ومعاهم الأسلحة، وبعدين قتلوا الكفار جوه المتحف لما البوليس زنقهم وقتلهم وحياهم، واتكلم عن شخصين من تونس. واحد بيوصفهم بيقول لك فارسين من فرسان دولة الخلافة، وهما أبو زكريا التونسي وأبو أنس التونسي المدججين بأسلحتهم الرشاشة والقنابل اليدوية. في نفس السياق اعترف أخيرا الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تنظيم داعش الإرهابي نشأ نتيجة للغزو الأمريكي للعراق في 2003، وقال إنها نتيجة مباشرة وغير مقصودة. ما أنت دايما بتقول غير مقصودة، أمريكا بتقول غير مقصودة، بس تودينا احنا في ده، احنا اللي ندفع الاثمان كلها، واحنا اللي تطلع داعش، واحنا اللي تحول المنطقه الجحيم. لا مقصوده،
واللي يقول ان امريكا بتعمل شيء مش مقصود ولو هي داخله تخرب هذه المنطقه مش مقصود عمري ما هصدق. وبص على الحوثيين اللي النهارده بالطيران قصفوا القصر الرئاسي في عدن وتم نقل الرئيس اليمني الى مكان امن داخل البلاد. الرئيس علي عبد الله صالح الرئيس السابق مع الحوثيين بيضرب علي عبد ربه هادي اللي راح عدن. اليمن في حرب شرسه جدا وهي جزء من حرب داعش، صحيح دول حوثيين وشيعه ويزيديه لكن الحرب في المنطقه واحده على الهويه التصنيف الديني. الامارات سحبت سفيرها من ستوكهولم بعد تصريحات مسيئه من وزير خارجيه السويد تجاه المملكه العربيه السعوديه. اما رقم اليوم فهو انجاز 93.5 من اعمال الحفر بقناه السويس الجديده. قربنا من هنا لشهر 8، يجب ان يكون عندنا كل يوم حدث وكل يوم حاجه كويسه لحد ما نحتفل ب8 توصلنا لنهايه السنه، يبقى عندنا سنه كلها انجازات من المؤتمر الاقتصادي لافتتاح قناه السويس الامتدادات الجديده حتى نهايه العام ومع بدايه المشروعات الجديده اللي تمت في المؤتمر الاقتصادي. طيب من على مدى يومين والتليفوني ما بيتوقفش، وبشكر الإخوة والمصريين الموجودين في الخارج على ثقتهم وعلى قدرتنا على التواصل مع المسؤولين في وزارة الإسكان عن بيت الوطن. هناك مجموعة من الأسئلة اللي قال الناس على فلوسها ومش عارفين هو تخصص لهم ولا ما تخصص لهمش، ولو ما تخصصلوش هيعمل إيه؟ طب واعرف منين ان انا خدت حقي ومحدش بعت فلوس بعدي وبقى قبلي؟ معايا المهندس خالد عباس مساعد وزير الاسكان والمرافق. اهلا وسهلا باشمهندس. مساء الخير. مساء الخير. اولا انا بحييك على الجهد اللي انتوا عملتوه في المؤتمر ومقدر ان ده حتما انعكس في الرد على اهالينا في الخارج بخصوص بيت الوطن. بشكر حضرتك يا فندم، وده يعني احنا يعني زينا زي اي جهه، ده دورنا والحمد لله يعني اجتهدنا وربنا اكرمنا وكرم الدوله كلها في اللي حصل حضرتك في المؤتمر ان شاء الله. طيب ماذا عن بيت الوطن؟ الناس بتسال وخاصه اراضي التجمع الخامس، بعتين لي بيقولي ان بيقولوا لي ان اللي تم تخصيصه حوالي 330 قطعه ارض فقط من اجمالي 3500 قطعه ارض، ما هي الحقيقه وكيف نطمئنهم؟ ما هي الحقيقه زي ما حضرتك قلت، حضرتك كان عملت مداخله قبل كده مع حضرتك يا استاذ خيري. طبعا احنا لما ابتدينا نخصص في الاول جاتنا بعض الشكاوي قالوا انه في بعض المشاكل في التحويلات او في بعض الناس مش متاكده من تحويلاتها متسجله في تاريخ صح. احنا بعتنا البنك المركزي ووقفنا التخصيص وطلبنا البنك المركزي بعض الاستفسارات، مش اكثر من احنا ندي لكل حد حقه، يعني هو ده هدفنا. احنا النهارده حضرتك بنخصص اراضي الحمد لله رب العالمين لناس احنا ما نعرفهمش ولا شفناهم، هم نفسهم حتى من اول مره تحصل في تاريخ وزاره الاسكان ان حد يبعت طلب يخصص له ارض من غير زي ما كان بيتقال زمان يعرف حد مسؤول ولا يجي حتى الوزاره او حتى يقابل مسؤول يعني. فاحنا كل كان غرضنا ان احنا نوصل ل نرتب الناس بالظبط بالاسبقيات. بحثنا كل الشكاوى اللي جات لنا، يمكن حتى كتبنا قبل كده اعتذار على الموقع، واخر مره ذكرنا ان احنا ان شاء الله يوم الاحد الجاي هنرجع تاني نتواصل بعد ما تاكدنا تماما من كل التحويلات وكل التواريخ يا فندم. يعني هل البنك المركزي انتهى من الارسال بالفعل حسب تواريخ الارسال اليه؟ بالظبط يا فندم. الاولويه باشمهندس، الاولويه والحق سيكون لمن ارسل اولا الى البنك المركزي ولا اللي بعت جت لوزاره الاسكان؟ احنا لما حصلت هذه الظاهره احنا قلنا لحضرتك احنا الاولويه هتكون لتاريخ الاستحقاق طبقا لبنود الحساب في البنك المركزي، مش بنك مركزي في مصر حتى. احنا قلنا البنك المركزي، بنك مركزي احنا حاطين حساب البنك المركزي في نيويورك، المراسل في نيويورك. فاحنا النهارده البنك المركزي بعت لنا بالساعه وبالدقيقه، ويعني انا بشكر الاخوه في البنك المركزي على المجهود اللي اتعمل عشان بقول لحضرتك بالدقيقه جانا بالساعه دخل في الحساب بالظبط يوم كام الساعه كام. طيب ده هياخد وقت قد ايه علشان اللي يستحق هنبعت نقول له ان تم التخصيص ليك بالفعل؟ احنا ان شاء الله حضرتك يا فندم يعني احنا جايين يوم الاحد وهنحاول ان شاء الله لو قدرنا ان احنا راجعنا كل المستندات وقدرنا نبتدي من يوم السبت كمان هنبتدي من يوم السبت نشتغل. هنبتدي احنا لجنه يوم 24 ان شاء الله، 24 عندنا عدد مش قليل من التحويلات، يمكن ياخد من يومين لثلاث ايام، يعني اعتقد ان احنا في خلال حد اقصى ان شاء الله اسبوع 10 ايام هنكون خلصنا كل التخصيصات بالنسبه للاراضي. طيب طبعا مجموعه تخصص لها
والإجمالي 3500 ومتقدم 7000 أو 8000. ماذا سيتم بخصوص باقي الذين أرسلوا؟ احنا النهارده زي ما كنت ذكرت لحضرتك قبل كده، احنا بندرس حاليا، احنا عندنا يعني طبعا الغالبية الطلب حضرتك على القاهرة الجديدة. نعم. يعني واحنا النهارده بندرس حضرتك ان احنا كل من حول فلوس، احنا طبعا اعلنا من اسبوع ان خلاص تم يعني قفل الحجز في القاهرة الجديدة، فكل من كان وصل فلوسه حضرتك، احنا بنحاول دلوقتي ان احنا في موقع منسق للمواقع اللي موجوده بندرس مدى امكانيه ان احنا نتيحها لكل من بعت برضه بالاسبقيات بتاعته اللي احنا حاطينها. هل في قطع ارض تكفي الاجمالي ولا هتبقى بالاولويه التقديم برضه؟ يعني ان شاء الله حاجه بنسبه 70 80% يمكن يكاد تكون في 100% هتكفي كل الناس ان شاء الله. طيب ده خبر كويس يطمن الناس، يعني احنا يعني بنتكلم من يوم الاحد خلال 10 ايام يكون كل الناس اترد عليها ان شاء الله يا فندم باذن الله. ارجو ان تكون الاجابات طمئنت اهالينا اللي موجودين. انا طبعا بستاذن حضرتك في حاجه، يعني في بعض يعني سمعت من دخلت حضرتك وبعض البرامج كان في بعض طبعا يعني اخواتنا وكانوا بيشتكوا حضرتك من ان احنا عدم الرد او حاجه، لا انا بس بستاذنهم، احنا طبعا الخطوط الارضي كلها شغاله اللي احنا ذاكرينها، يمكن في بعض المواطنين كانوا بيحاولوا يتواصلوا معايا انا شخصيا وانا بعتذر لهم، لان انا في بعض الاوقات انا بكون مرتبط في مواعيد في اجتماعات مع خاصة بالعمل سواء مع الوزير او اجتماعات اخرى ما بردش على تليفوني، انا بعتذر لو اي حد كان بيكلمني انا شخصيا على تليفوني انا الشخص، لكن التليفونات الارضية طبعا الزملاء كلهم موجودين وبيرد على كل الناس، يعني ارجو ان الناس بس ما تبقاش يعني لا احنا مقدرين اللي انتم فيه ومسؤولياتكم كبيرة في الفترة الجاية، بنستنى من وزارة الاسكان الكثير، ارجو ان يكون هذا مطمئنا. بشكرك جدا مهندس خالد عباس، لو في حاجة من الاخوة احنا مع بعض العشر ايام وهنرجع نتابع تاني ونطمنكم، احنا معاكم ما تقلقوش، حقوقكم هنفضل ضامنين ليها طول الوقت. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ المصريين بتحرير طابة وقال نحن قادرون على حماية الوطن. ده ذكرى 26. عايز اقول لكم بس ان في هذا اليوم لابد أن نشكر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يختلف سياسيا، قول أداؤه السياسي، قول في 10 سنين، قول في 15 سنة، بس هذا الرجل أدار هذه المرحلة بنجاح وقدر يرجع لنا أرضنا بالتفاوض، أرض طابة بالتفاوض. لكن كمان لازم نشكر مجموعة كبيرة كان لها دور في التفاوض، هيئة التفاوض اللي عملت دور كبير جدا، دول لابد أن تظل أسمائهم النور طول الوقت. الدكتور نبيل العربي الأمين عام لجامعة الدول العربية، السيد احمد عصمت عميجيد وزير الخارجيه السابق والامين العام الاسبق لجامعه الدول الله يرحمه، السفير ابراهيم يسري، السفير حسين عبد الخارق، الدكتور وحيد رأفت، الدكتور يوسف ابو الحجاج، الدكتور يونان لبيب رزق، الدكتور مفيد شهاب الدين، اللواء مهندس محمد عبد الفتاح محسن. دول كان لهم دور عظيم جدا في استعاده الارض المصريه. اللي ما نعرفوش بقى فيسامحنا، اللي لعب دور، بس عايز اقول لكم حاجه، واحنا في طابه احنا بنبيع المتر بدولار، الناحيه الثانيه يعني على بعد كام متر كده ايلات المتر ب 10000 دولار. شوفوا الفرق هنا وهنا واسالوا نفسكم ليه الضفه دي والضفه دي. احنا عندنا مشكله في الارض اللي استعدناها لسه مش عارفين نستغلها. هطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز الأستاذ شريف المنير المستشار المالي والضريب، يعني نتكلم عن الضرائب. بعدها مباشرة هستقبل المهندس يحيى زكي اللي هيقدم لنا لأول مرة شايفينه كده لايف مشروع تنمية قناة السويس. الأوضة اللي أنا فيها دي فيها قطع التذاكر للمواطنين حوالي 200 حالة بيجونا يوميا أو 150 حالة، فيها الدكتور بيحول لنا لو حد عايز يعلق تلاكوز أو حاجة بيتعلق على السرير ده في نفس الشغل، بنبقى احنا شغالين قطع تذاكر وفي مواطن متعلق له تلاكوز هنا. فيها برضه المخازن اللي هي الدفاتر والحاجات اللي بتتشال برضه في نفس الأوضة، المسؤول المخازن بيبقى معانا فيها. الوحدة الصحية دي بتخدم 35,000 35,000 مواطن حوالي قصر الباسل ومعاه حوالي 11 عزبه حواليها. الوحده الصحيه حضرتك يعني وحده بدون خدمات نهائي، خدماتها الدكتور بيعمل كام تذكره في النهار خلاص على قد الامكانيات اللي عنده، علاوه على ان معامل تعبانه في الوحده، بالنسبه للادويه والعلاج تعبان، مفيش اي اساس
مفيش أجهزة مطورة في الوحدة الصحية. احنا ما عندناش دلوقتي حاليا في الوقت اللي احنا فيه ده ما عندناش دكتور. بيجينا دكتور من ألمشاه من قرية جنبينا بيقعد ساعتين أو ثلاثة بالكتير لأنه ملتزم بوحدة صحية تانية. الخدمات هنا منعدمة بتاتا. يعني هنا تفضل سيادتك تخش المعمل هتتفرج المعمل عدسات فيه مكسرة، أدوات اللي فيه مكسرة. تخش سيادتك برضو بعدين في غرفة تانية موجودة بتاع التمريض اللي هم قاعدين، تخش تلاقيهم قاعدين على الحصيرة. أنا أول مرة أشوف فيه موظف قاعد على الحصيرة وماسك دفتر وبيتعامل مع مواطن. اتفضل سيادتك هنا الحمام، لو في مريض تعبان هنا وموجود عشان يعمل حمام مفيش حمام. أنا كنت بعاني، كان عندي صديد في وداني، فكنت محتاج متابعة مع دكتور. كل ما أجي هنا الوحدة ملاقيش أي تحد، فبضطر إن أنا أطلع إيه على الفيوم. بتبقى المسافة طويلة، وقبل ما أصل هناك تكون خلاص تعبت خالص. لو بصيت لو لمحت كده على يمين حضرتك بالكاميرا، لو جابت شوف الكرسي ده اللي بقاله مش عارف كام سنة، المفروض إن ده بتاع أسنان أو علاج أسنان، وهو طبيب واحد موجود هنا، أخصائي عام أو ممارس عام زي ما هم بيقولوا لأي حاجة. ممكن يدي علاج غلط وحصل في بعض الأحيان، يبقى العلاج غلط ممكن يسبب المضاعفات أكتر. وأحيانا يقول لك لا أنت مالكش علاج عندي اطلع على طول، ممكن يبقى الحالة بتموت، اطلع على طول على الفيوم، اطلع على مصر، اطلع على مكان ما تطلع.